هنعمل سلطه الزبادي. نقول مقاديرنا، عندي 5 علب زبادي متصفيين كويس ما يبقاش فيهم ميه، وخمس فصوص ثوم مفرومين، وخياره مقطعه بصوا يعني مربعات صغيره جدا، عصير ليمونتين، وعندي معلقتين زيت زيتون، وعندي كمان عودين نعناع مفرومين جامد، وملح وفلفل. نجيب حاجاتنا جنبنا وهنبدا. هجيب شوكه افضل، هحط على الزبادي الملح والفلفل، رشه فلفل بسيطه تمام، وملح كفايه كده، وادي الثوم، ثوم مفروم ونعناع، تبقى جميله جدا جدا جنب ورق العنب، وليمون، وهنحط كمان الخيار اللي متقطع صغير جدا. سلطه سهله بس طعمها حلو، وبتليق جدا مع ورق العنب. هنقلب كويس، عايزه بوله بس نقدم فيها السلطه. بصوا جميله جدا، طعمها بيبقى حلو، قوامها حلو، طالما صفيتيها من الميه مش هتلاقيها مطلعه ميه ولا اي حاجه خالص، وطريقتها سهله وما بتاخدش اي وقت. تمام، هنجيب بس بوله ونقدمها، واحنا بنقدمها بنحط لها كده رشه من زيت الزيتون، بيدي طعم حلو جدا، وتقدميها جنب ورق العنب.